ولكن اجي غادي نقطع لك على راسك ندير به البوز ونرجعو ليك حق مولانا تنديرو الخياطه رباطيه يبان على مزينات. امك فاش تقول ليك تعالي نديرو البوز رانيا 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 مالك قفصتيني رغم غير حداك ما كاينش هنايا في البرتقيز وين هي ماما اللي ما عرفاش وين قاعد درتي مال حالك بنيتي حتى غرق الودنين مال حالك بنيتي توصل لك المراود نسينا عرضنا نعقط عليها وهي عاطياني بالنخال ويلي استغفر الله علاش عاوتاني يلا عقولي لي علاش انك كنتي كتعيط عليا وكنتي سيري تبرحي عليا وشويه وتخرجي قرجوتك عليا وقفزتيني وخلعتيني وانا غير حداك شنو اش كاين عاوتاني يا بنتي قلتي انا كتعقل سما بقى ما عليا يا طيح ليا واحد الفكره علاش انا وياك ما نتشهروش ونديرو البوز ونوصل لطوندوز قولي لي باغا ديري البوز باغا ديري الشهره السريعه وباغي طلعي لطوندوز مالنا يا خويتي اش ناقصنا الزين تبارك الله كاين الحداقة تشطيبة الباب الخيمة والتاويل مالنا شتي يا ماما قلت لك انا واحد القضية ودخل هذاك الطندور تاع راسك اللي كنت باقا ما عارفهاش شتي هاد البوز وهاد الشهرة كتبغي بنادم يكون مقلق يكون هادر يكون مسطي يكون مقطع وراقه مال مال العقل شتي حراميات ولات فيك شتي كنتي غادية مزيانة هي فهمنا حنا يا هاد البوز خاصو تقلع خاصك تعري وديري تشوفي مالك وصلتي معايا هاد المعقول اللي تقصقتي كملي هضرتك اش كاين وراه هنايا فكينا القضيه وهنا فكينا النغزه وهنا فكينا الحفره راه تيا ما يصحش لك البوز حيت البوز ديال الناس اللي ما عندهم عرض واش فهمتي دابا اللي بغيتي طالع البوز دغيا توصل للشهره خاصك تعري هذا هو اللي كيطلع البوز هذا هما اللي ولاو كيطلعوا وتيا واحد المراه محافظه واحد المراه معقوله راك فهمتيني بلا نبقى ندخل في معانا نعود مخسرين على الهضره ياك هذا الكلام اللي مسقد الكلام العوج والكلام المعربط والكلام القرنابي وطلق النخال وطلق الكذوب على بنادم راني كنعرف لي راه كنطير فيه كنعطيه الصاية ودي علاش كتهضري وعلاش كتهضري يا ماما علاش وراه ما خصكش زعما تقولي بحال هكا راه خصك تشوهي تفهم خصك ديري الشوه تيفي هاكا قولي هالجا دابا ها نحكيت سركوالي ودرت الفاحية في الدكوار دخيا ندير البوز ها ويلي استغفر الله العلي العظيم تي انا مع من داوية ماما لاباس تيا موي بخير تيا ماما وقلتي واكلي شي حاجة متكونيش وكلا نلقى قومي لا لا غتكوني دابا شقوفة معبة هادي ما فيهاش حشاك وباشاك يا مصوتة الراس يا راس براز كيطول من فوق السمعة قالت لك القرنابي قالت لك تريك المعيطين يا هادي خرج نجداكم نعطيكم جدام الهردام يشد لكم في القدام يا هادي قفتك شنو قلت لك على واحد الحاجة ودخليها مزيان راسك اشتغل انا وياك حنا براسنا راه بوس نهار كامل وانا ماكل انا وياك نهار كامل وانا وياك نتلاقطو بالخير اجي يا دريه علاش انا ما نزاش عليك في بالرياض وطنجره وتيا تصوري اه ويلي لا اللي بغا دير البوز وياك انا هي الضحيه وداربني بالرياض كيفاش انا اللي غادي نصورك يعني انا هي الضحيه انا خصني نكون قاعده فاتنا معاك ماشي كنصور فيك انت فين كتفكري ها ما ديش ليا فكري معايا طيا وفكري انت باغا على البوز فكري علاش نقول لك واحد القضية ماما لقيت واحد فكرة علاش انا ما نلحقش في البير ونعيطو على شوف خيخي ها ونشوف بيبي وشوف كيكي وشوف نيني عجبتني شوف بنيتي هاد الفكرة والله ما عجبتني لا 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 لا, لا. كاينة فكرة عند بحول حمير تاع طاهر والحمار ديالنا والحمار تاع رقية والحمار تاع خدوج وغادي نوكلو الدوار ونقولو لهم هذا بغينا نديرو صدقة ونوكلهم لحم الحمار وغادي دير بوم في المغرب ويلي الحرام حرام لحم الحمار نوكلو الدوار دوليتم ويلي اجي نقول لك ما نذبحش بوك ونوكلو الكلاب دغيا نطلع ويلي استغفر الله العلي العظيم واش تيا طلع لك البوز مع العظام ولا مع الراس ولا مع المخ اللي تخليك مع اللؤلؤ ديال الهدره نتاعك ايوا خويا تعطيني الحل من عندك يا صاحبه الحلول تيا خويا اللي كتعرف انت حراميه تبنيت انا ولدت بنيت اللي ولدتها ماشي هي تيا
وهاد الايام الاخرى وليتي تعرفي داكشي اللي تعرفي حنا ما نعرفوش. قولي هادي اش غادي نديرهم؟ غنديرهم الناقص دقه. اجي نقول لك الدراجه، علاش بنيتي ما نصبكش ونديرك في الكوكوط ونديرك صوصيط ولا غير نطلع القديمه؟ هذيك داكشي قديمه مابقاش كيجيب داكشي المشاهده. شي ما يصدقش. لا اجي نقول لك، وتعقل على حميد فاش دار الشوهه في الدوار، خلى الدوار كامل يتفرج فيه بحال داير سونيما. كيفاش خان مرتو حصلت مع سميرة ولا متفاتيح ولا تكون هي لحتو الثانية؟ وعلاش ما نخونش انا يا بوك ونتيا تكوني حافظة نكون انا مصياك وتيا زعما ديري براسك اخر جدور تيا وبوك وجيبيه مكان الخيانة، او تيا صبري عطي حصني وبالبوند العريض خيانة زوجة لزوجها بالدوار. يا ويلي وتينا على الشيطان وتيا هادشي اللي بقى عليكم. عيدي عليا الدراجات يا هكدي، عندك ما بالش ليا في البوز، وانت فاضح حمام سلكة كاع الفضائح داروه كاع الكتب داروه، يا ويلي اللي طلقت مع راجل هاك الدابة، واللي طاحت هاك الدابة، اللي سخفت هاك الدابة، اللي تركت هاك الدابة، كلشي ولي عاك يكذب، واش خلاو لينا حنايا ما بقينا عارف من الصح من الغلط، عيدي عليا لهداك، ويلي. اش نقول لك واحد القضية، دابا تيا صليت الظهر والعصر. تشوف يعني لقيت فكرة، لقيت فكرة جهنمية يا بنيتي، خدينا نيشة العكاشة. الله يسمعنا اخبار الخير. لا لا يلا قولي انا كنسمعك ماما. النهار بنيتي الجامعة غيكون الناس كيصليو، انا غادي نجيب شي قنبولة ندخل عليهم نفرقعهم كاملين دغيا نطلع. ها عربي ها حجر العافية، هربي اللي فوق مني وفوق من داك، لما نوضي تصلي راه دخل معاك الشيطان، نوضي تصلي قبل ما تصدق ديها بحراسك ودير الفاضحة بالعلالي. اجي نقول لك، ما نذبحش نبيلة وسعاد نعيط لهم زعما الدار عرض عليهم اللحوم في الكاريان، ونعيطو لجاد عربية. مويا يا جدة يا خالي عمارة. مالك بنيتي بسم الله الرحمن الرحيم، اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، ما كدوي عب وحدك سكنتي. عافاك ماما خليني نمشي، عاد ولي عام كرداني دايريني في كونجيلاطور. ولا بنيتي ودابا تيا ما فهمتينيش انا شنو باغا ندير. اعزف عافية عطيني شتاع الطيقة انا وجدة وامي. اجي بنيتي ولكن اجي غادي نقطع لك على راسك ندير بيه البوز ونرجعو ليك حق مولانا، تندير لك خياطة رباطية يبان على مد الزينات. ودي عاد عالي وندي كاع الماكينة نخيطو ليك عاد عالي. ديما كي خايف راسك من رجعوش ليك على سير راسك، لا كان قال لي عم سقوف، بغيت غندير البوز انا درك باش، يا حد الغالية، علاش برية في الجدار